جاء في بداية 81 بعد مررنا عام 80 كان عام صعب جدا بالنسبة للحكومة، لأنه جاء بعد حوادث قفصة المعروفة يعني، واللي بعدها قرر تغيير الحكومة، تكلف محمد مظالي برئاسة الحكومة، وأنا كنت سفير في ألمانيا وكنتش عندي علم بإجراء 4 سنين في البلاد. جابني مباشرة الرئيس بورقيبة إلى الداخلية، ولهذا الطيب البكوش فهمت كان دائما باتصال مع محمد مظالي ومعنا الكل، فهمت، باش نعملوا نرجعوا الأمور لما كانت عليه من وئام في السابق، واللي بعد ثمانية أحداث 26 جانفي تغيرت الأمور ودخلوا السجن فهمت لو قاع وقت ما وقت سي الهادي نويرة عبد الله فرحات حيث حاب الرجع، ثم يبني على أيضا التخفيف من الوضع متاع معارضين في تونس اللي كانوا موجودين في السجون بمناسبة تحرير إخراج المعتقلين متاع الجي تي تي. في نفس الوقت خرج المعتقلين الأخرين الكل اللي مازالوا، خلق محمد مظالي والحكومة متاعه خلقوا جو من تخفيف على الضغوطات اللي هي كانت موجودة فهمت في النظام بالنسبة لكل ما هو معارض فهمت بصفة عامة.